اهلا وسهلا البنات، السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ما عاديش نشارك معكم الوصفه، نو 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 نو. اليوم عندي نشارك معكم الهميزه ديالي اللي خديت، اللي هي البريس اغريم، العصاره ديال الليمون او بامبلوموس والحامض. المهم فنه كتحمق، عجبتني وما ندمتش ملي خديتها، داكشي علاش نيت شاركت بغيت نشاركها معكم. خديتها ب 18 أورو 69 في ليدل، وبصراحة في نفس ستيل ديزاين وحتى في الخدمة كما كتشوفوا معايا، ستيل ديالها زوين، يعني الكحل والإينوكس وزوينة عندها. انتم ما كتشوفوا، غادي نوريكم من بعد ان شاء الله الديتاي. مهم فيها واحد سيكوريتي اونتي غوت، يعني ما كتقطرش. هذاك الكاس ديالها فيه ربعة ديال يعني 240 مليليتر. المهم هادوك لي تكنيك ما عندناش ما نديرو بيهم، وني با فريمون دي بروفيسيونيل. هذا هو المهم، شحال كتهز و شنو اخر اللي زعما ما كتقطرش. المهم انتم تشوفوها معايا ان شاء الله، بصراحه زوينه وسهله في الخدمه ديالها، ما فيها لا بوتون لا والو. دابا كان جبتوها كان اكتشفوها. فوالا عندكم هذاك لو باك اللي كيبان هنا، داك سميتو، هو تما كيخرج منه لو جو، وتما كاين السيكوريتي يعني كتدو ولا كتحلوه. المهم هنا كاينين جوج، كاينين واحد كاين واحد كبير واحد صغير، يعني على حسب لاغريم اللي عندنا، الليمونه واش كبيره واش صغيره. و فوالا هذا ديال لينوكس كي ريكوبيري يعني البولب، هذاك القشرة وداك العظام ديال الحامض والليمون، يعني بحال الصفايا الا بغيتو. فوالا و اينوكس، وصراحة الكاليتي ديالها زوينة، ماشي زعما قادي حاجة، كاليتي توب 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 وسهله باش زوينه، يعني سهله. انتم تشوفوا معايا في التركاب هنايا، تما فين كاين فين كيكون زعما العصير، الا سديتي له الفم الا حليته غيطيح نيشان في وسط الكاس. المهم انتم كتشوفوا كديروا هذاك لو ريسيبيون، كديروا الصفايه ومن فوق منها هذاك باش يطحنوا صافي، وكان برونشيوها في الضو وخلاص، كنخدموها نورمال، يعني كنبداو نبركو على الحامضة كتبقى تعصر او الليمونة. المهم سهلة بزاف، اسهل ما يكون يعني، وبصراحة كاليتي يعني بحال دابا واخا كنبرك مزيان في على الليمونة ما كتفرينيش، حيت ديجا كان سبق شريت واحدة ما كانتش فريمون كاليتي، فاش كنبرك بزاف على حساب على الليمونة كتبقى بحال ما كتفريني، ما كتبقاش الدور هادي، نو كتبدا تبرك مزيان كتخدم نورمال سون زعما ما فيها حتى شي مشكل. المهم الا كان بامكانكم تشريوها فوالا، الصراحه زوينه وما ندمتش عليها، وصحيه بزاف، يعني ولينا ما بقيناش كنعكزوا على العصير، كل صباح كنشربوا عصير ديال الدار، يعني شي حاجه زوينه بزاف. فوالا نتمنى تكون فتكم ويعجبكم هذا الفيديو، نقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، سلامه.